بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام يا أبتا فقال إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته وغطيته به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم يا ولدي إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي في المحشر، نعم قد أذنت له. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال لي وعليك السلام، يا بنتي وبضعتي قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء، فلما اكتملنا واجتمعنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن رادهم ومحب لمن أحبهم، وإنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال لأبي: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك:
وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال أبي وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال جبرائيل لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرغوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجته إلا وغض الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.